السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة اكتشابات، جينا نصور فيلا في مجمع فلل زي ما انتم شايفين. المجمع دي كله مجمع فلل، اطلالة المجمع على البحر، مجمع مخدوم بكل الخدمات من مواصلات سوبر ماركت ومطاعم. الفيلا اللي جايين نصورها هذه الفيلا فيها حديقة وقراج تابع لها. في موقف خاص لكل فيلا وقراج. مدخل الفيلا من هنا. أول ما نخش عندك المساحة، هذه مساحة التراس زي ما انتم شايفين، وحديقة تابعة لها، حديقة خاصة فيها. والفيلا مزودة بكاميرا خاصة، كاميرات مراقبة وانترفون. فيلا رقم 165. أول ما نخش الفيلا هذا المدخل، نجي على اليسار دورة مياه وكرامة مع مغسلة، وعلى اليمين هنا دواليب خاصة بالأحذية والعبات. وأمامنا الصالة، مفتوح الصالة على المطبخ نظام أمريكي، الدواليب راكبة ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هنا الثلاجة، وهنا الشفاط مع عيون الغاز، غسالة الصحون، الفرن مع الميكرويف، دواليب جدا جميلة ورائعة، فيلا جديدة. وفي مخرج من المطبخ على بلكونة كبيرة وشرحة زي ما شايفين ما شاء الله. الفيلا كلها البلكونات راكبة فيها القزاز المتحرك، الزجاج المتحرك، ما شاء الله مسوي ديكورات جميلة زي ما انتم شايفين، حجر، الزجاجة المتحرك، هذا الحديقة اللي انتم شايفينها تحت تابعة للفيلا، حديقة تابعة للفيلا داير مدار الفيلا. البلكونة على شكل ال، في تكملة البلكونة من هنا ونظام زجاج متحرك. الزجاج هذا نقدر نفكه كاملا، نقدر نقعد على الهواء الطلق. وفي مخرج ايضا للبلكونة من الصالة. نكمل التصوير. هذه الصالة اللي قلنا لكم عليها قبل شوية، مساحتها كبيرة وشرحة، ومخرج البلكونة زي ما قلت لكم من هنا من الصالة. الفيلا كلها مزودة بتدفئة مركزية في فصل الشتاء، الديكورات السقفية إنارات ليد وسبوت لايت، وديكورات حجرية، مكان التلفزيون. فيلا جميلة. نطلع الدور الثاني. أول ما نوصل الدور الثاني، شايفين التدفئة المركزية، نجينا على اليمين وانت بكرامة دورة مياه مع الكلوزد والمروش، بجوارها بلكونة صغيرة. أيضا البلكونة هذه راكب فيها زجاجة متحرك، اطلالتها على الحديقة التابعة للفيلا وعلى الطبيعة. نجي هنا على الغرفة الأولى،
غرفة نوم أولى. لها بلكونة جانبية وأيضا زجاج متحرك. إطلالة على البحر زي ما انتم شايفين، البحر هذا قدامنا. نكمل التصوير. هذا غرفة الأولى، غرفة نوم أولى. نجي هنا الغرفة الثانية، هذه الغرفة الثانية. نجي هنا الغرفة الثالثة، يعني نقول ثلاث غرف نوم في الدور الثاني مع دورة مياه خاصة فيه. نطلع الدور الثالث. أول ما نوصل الدور الثالث نجي هنا على اليمين دورة مياه وتبكرامة مع مروش وكلوزد ومغسلة. مقابلها غرفة نوم رئيسية زي ما انتم شايفين، لها بلكونة خاصة أيضا. بلكونة خاصة وفي مطبخ راكب في الدور الثالث. وبلكونة مع تراس. وهذه الإطلالة على البحر. وهذا التراس. وفي هنا مشب للنار شوميني، نقدر نشوي، نسوي كل اللي لها نفسها. مجمع متكامل ما شاء الله تبارك الله. وهذا الشارع العام المؤدي إلى الطريق إلى الميدان، يعني مدخل المجمع من هنا راح يكون، من هنا راح يكون المجمع، يعتبر ثالث فيلا على اليسار. مجمع متكامل في جميع الخدمات، السوبر ماركت قريب، المطاعم السياحية قريب، مطلة على بحيرة سيراغول، وطلالة على البحر، وفي جراج خاص في كل فيلا، ومسوي حاجة خاصة صاحب الفيلا في البلكونات، مغطيها بكل البلكونات بزجاج متحرك. وهذه الحديقة التابعة للفيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.